يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، تحدثنا في الجمعة الماضية عن جانب من ذكرى ميلاد سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وقد تكلمنا بأن الاحتفال يكون بذكرى سيرته والتأسي به صلى الله عليه وسلم. ونكمل المشوار في هذه الخطب والتي تليها بإذن الله تعالى، إن أحيانا الله وأبقانا، عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنقول وبالله التوفيق، إن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم هو أرقى وأنقى وأفضل الخلق على الله وأفضل الخلق على الأرض، فقد اصطفاه ربه من خيرة خلقه. روى مسلم في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اصطفى الله كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وأما ولادته صلى الله عليه وسلم فقد كانت في عام الفيل، وهو العام الذي حاول فيه أبرهة الحبشي هدم الكعبة وغزو مكة. ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام ولد يتيماً، فقد مات أبوه عبد الله وأمه حامل به، أرضعته امرأة من بني سعد تدعى حليمة السعدية. ولما أصبح له من العمر 6 سنوات ماتت أمه آمنة، فعاش صلى الله عليه وسلم يتيما. ليس ذلك عباد الله من قبيل المصادفة، ليس من قبيل المصادفة أن يولد محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، يفتح عيناه على هذه الدنيا ولا يرى أباه، ثم سرعان ما يفقد أمه، ثم سرعان ما يفقد جده الذي تولى رعايته وكفالته. هكذا هي إرادة الله، هكذا أرادت عناية الله، أن ينشأ محمد صلى الله عليه وسلم يتيماً تتولاه عناية الله وحدها.
ولما تم صلى الله عليه وسلم له من العمر 12 سنة سافر مع عمه أبي طالب إلى الشام في ركب للتجارة، فمروا على راهب هناك يقال له بحيرا، وكان هذا الرجل عليما بالإنجيل خبيرا بشؤون النصرانية. هنالك أبصر الراهب بحيرا محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعل يتأمله ويكلمه، ثم التفت إلى أبي طالب وقال له: ما هذا الغلام منك يا أبا طالب؟ فقال: هو ابني. وكان أبو طالب يدعوه بابنه لأنه كان يحبه ويشفق عليه، بل ويحبه محبة عظيمة. فقال له بحير الراهب: ما هذا الغلام بابنك؟ وما ينبغي لأن يكون أبو هذا الغلام حياً؟ فقال: غلام، إنه ابن أخي. قال: ارجع به إلى مكة واحفظه من أعين اليهود، فإن اليهود لو علموا به ورأوه لجعلوا فيه الشر أو لقتلوه. فعاد أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم لمكة، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل فترة الشباب من عمره، فبدأ بالسعي لطلب الرزق، وراح يشتغل برعي الأغنام. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إني كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، على مبلغ زهيد لأهل مكة. روي عنه كذلك أنه صلى الله عليه وسلم اشتغل بالتجارة، فلما بلغ خديجة رضي الله عنها، فلما بلغها عن صدق حديثه صلى الله عليه وسلم، وعن عظم أمانته عليه الصلاة والسلام، وعن كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشام وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره، ومعه غلامها ميسرة. وقد قبل صلى الله عليه وسلم هذا العرض، فرحل إلى الشام عاملا في مالها، فحالفه التوفيق في هذه الرحلة، وعاد إلى خديجة بأرباح مضاعفة. ووجد ميسرة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم أخلاقه ما ملأ قلبه وروحه حباً له، بل ورأى من نبل خصاله. فعرضت خديجة رضي الله عنها، عرضت نفسها عليه ليتزوجها عليه الصلاة والسلام، علماً بأن خديجة رضي الله عنها كان يتقدم إليها كبار قريش، بل وأغنياؤهم، وهي ترفض ذلك، واختارت محمداً صلى الله عليه وسلم ليكون زوجاً لها، لما رأت فيه من نبل الخصال وحميد الصفات التي كان يتصف بها صلى الله عليه وسلم. فأعجبت خديجة بعظيم أمانته ونبل خصاله، فعرضت نفسها عليه زوجة بواسطة إحدى صديقاتها، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. وهنا عباد الله وقفات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقفات مع هذا الرجل العظيم الذي كان له من الوفاء لخديجة ما كان له. فلقد ضلت خديجة رضي الله عنها، ضلت مكانتها عظيمة عند رسول الله، حتى بعدما توفيت، حتى بعدما أن تزوج عليها غيرها. لقد ضلت خديجة، أو ضلت لخديجة مكانة سامية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته. ثبت في الصحيحين
أنها خير نساء زمانها على الإطلاق. روى البخاري ومسلم أن عليا رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. والضمير في نسائها عائد كما تدل الرواية بالنسبة إلى السماء مريم، وبالنسبة إلى الأرض خديجة رضي الله عنها. كما روى البخاري ومسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي من أحد إلا على خديجة ولم أدركها. حينما ولدت عائشة أو حينما توفيت خديجة، عائشة لم تولد بعد، ومع هذا قالت: ما غرت على نساء النبي من أحد إلا على خديجة ولم أدركها، وذلك لكثرة ما يتكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام كما روت عائشة إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. وروى أحمد والطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوما من الأيام، فأخذتني الغيرة فقلت: هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ أخرجني الناس وحرمني، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. أو كما قال: صدقت عائشة رضي الله عنها فيما قالت عن محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمنا الوفاء. فمن يكون وفيا إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا؟ فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله، بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا ومرشدنا محمدًا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله،
إن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، صاحب القلب الرحيم. أوجب الله على الناس اتباعه والاقتداء به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عباد الله، ليس على الأرض إنسان لم يسمع به صلى الله عليه وسلم، فلقد بلغت سيرته الآفاق، وعمت أخلاقه الناس، وشملت رحمته العالمين. وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان من خلقه التواضع، كان من خلقه الرحمة. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي لشيء تركته ألا فعلته. كان صلى الله عليه وسلم من خلقه إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ومن أخلاقه كذلك الصبر وتحمل الأذى. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ذات يوم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد الرجل: كم أعفو عن الخادم يا رسول الله؟ فلما كرر عليه المسألة قال: اعفو عنه 70 مرة. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا من أنصار رسول الله الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الذين اتبعوا هديه وسلكوا سنته ومنهجه، تفوزوا برضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تفوزوا بشربة لا تضمؤون بعدها أبدا. ولقد أعجبني عباد الله ما قاله أو ما قيل عن حسان بن ثابت، وذلك قبل أن يدخل هذا الشاعر العملاق إلى الإسلام. جاء الكفار وأعطوا حسان بن ثابت مبلغا من المال ليهجو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حسان إلى مكان عال إلى ربوة، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج ليرى صفة من صفاته فيهجوه بها. فلما خرج صلى الله عليه وسلم وأشرق بطلعته البهية وأنواره السنية، قذف الله في قلب حسان النور، قذف في قلبه الإسلام، فانشرح صدره واستنار وجهه، ورجع إلى القوم ورد لهم المال فقال: يا قريش، هذه أموالكم ليس لي فيها حاجة، أما هذا الذي أردتم أن أهجوه فإني أشهد الله أني أشهد أنه رسول الله. قالوا: ماذا دهاك؟ ما لهذا أرسلناك؟ فأجابهم بقوله: لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفاً على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت من الأنجم الزهري، روح أنسجت
من الأنجم الزهري. هذا قول حسان عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الذين لم نروه، ونسأل الله أن نكون من أحبابه الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت لو أرى أحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما أحبابي أناس آمنوا بي ولم يروني. نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا من حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا هب لنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه. رب اغفر وارحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريات أجمعين، وعلينا ومعهم وفيهم برحمة منك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.